شكرا. تقول حاجة تانية يا سيادة السفير؟ لا تمام يا سامي. شكرا. طب مش احنا كنا قلنا خلاص خلصنا من الموضوع ده وهنركز في شغلنا وبس؟ كنت بكدب على نفسي، بقولها من ورا قلبي، بقول مش عايزهم وانا هموت عليهم. انت بتحب ام شوكولاته دي بصراحه، بقى كبرت معايا، انا عايزهم يقضوا معايا الاجازه السنه دي، يبقى يقضوا معايا الاجازه السنه دي. ايوه عمو، بس انت كده هتتكشف منين عيان ومنين داخل قصه بقى وعايز تحب وبتاع. بالعكس، ده انا عيان جدا لدرجه ان عايز اعيش اخر ايامي في سلام. المريض اللي محتاج رعايه وحب وحنان ومحدش هيلومني. انا حاولت ده مع عيالي، سافروا وسابوني، ما لقيتش غير البنت الغلبانه دي، هي دي اللي تقوضني. بس هما كده عمو هيجوا عشان خايفين البنت الغلبانه دي تلهف فلوسك، ساعتها انت مش هتبقى مبسوط، مش كده؟ يجوا بس، واللي يحصل يحصل. انا متاكد لما يجوا هيلاقوا دلع وحنان عمرهم ما شافوه قبل كده، نظرتهم للحياه هتتغير. انا بس عمو حاسس ان احنا بنخرج من كدبه لكدبه ومصيبه لمصيبه، وشكلها هتبهوى مننا ومش هنعرف نلمها. فشل، ده الحمار اللي زيك اللي يفرش من غير ما يعرف يلم ازاي. لكن كله هنا، هنا يا حبيبي، هنا. اتفرج انت بس على الطبخه الحلوه تبقى ازاي ويتعلم. ناوي تعمل ايه يا عمو؟ هزود الفلفل شويه وهبابة شطة، وسبك بقى على نار هادية ودوق يا معلم. آه يا معلم يا معلم.